أحسن الله إليكم. السائل عين ميم من المنطقة الجنوبية يقول: نذرت أن أصوم يومي الخميس والجمعة، فصمت الخميس ولم أصوم الجمعة لأنه منهي عن الصيام في ذلك اليوم، وسؤالي هل أصوم يوم الجمعة أم يوما غيره؟ ثم هل علي كفارة إذا لم أصم يوم الجمعة؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. الواجب عليك أن تصوم يوم الجمعة إذا نذرت صيامه، وليس في ذلك تحريم، وإنما يكره إفراد يوم الجمعة على قول لبعض أهل العلم. وأما صيامه مع غيره إذا صمت قبله الخميس أو بعده السبت فهنا انتفى المحذور، هذا في التطوع. وأما النذر فإن النذر يجب، قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فالواجب عليك أن تصوم بدل يوم الجمعة، وأن تكفر كفارة يمين عن تأخير الصيام الذي نذرته في هذا اليوم. نعم.